Yes, welcome, dear viewers. And before we delve right into the segment of the daily du'as, of course, as ever, we're going to be listening from Mustafa Al-Ali. Mustafa, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. How are you doing? Alhamdulillah. Good, good. Brilliant. So, as our previous two episodes, we've really taken a deep dive into the Surah Al-Imran. Today we're going to be focusing on verse 133 onwards. Inshallah. And again, as ever, we very much look forward to hearing from you. Thank you. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين
صدق الله العلي العظيم.